ناقشت اللجنة الدائمة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة تمهيدا للتحضير لجلسة منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى. وخلال الاجتماع أشارت الشعبة البرلمانية إلى أن مملكة البحرين قد التزمت بمبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ إقرارها، واتخذت العديد من الإصلاحات والمبادرات في شتى المجالات، مشيرة إلى دور السلطة التشريعية كمكمل لعمل الحكومة على تحقيق غالبية تلك الأهداف عبر دمجها في خطط التنمية الوطنية وبرامج عمل المتتالية للحكومة. كما شاركت الشعبة البرلمانية في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين، حيث تم اعتماد مشروع القرار المعني باستدامة السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة أثناء الجلسة ووضع الأجندة المستقبلية للاجتماع القادم. طبعا اليوم انعقدت اللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة، وناقشت اللجنة موضوع التنمية المستدامة، وذلك تمهيدا للاجتماعات اللي راح تنعقد في الأمم المتحدة في 2018 المتعلق بالتنمية المستدامة. اليوم اللجنة طبعا ركزت على موضوع الأهداف اللي أقرتها الأمم المتحدة ل 17 هدف، ومدى تطبيق الدول المشاركة والبرلمانات إلى هذه الأهداف، ودور البرلمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرت من الأمم المتحدة. قامت كثير من الدول باستعراض تجاربها ومحققتهم من هذه الأهداف، وطبعاً وتم استعراض في حضرة مندوبة من الأمم المتحدة، وقامت باستعراض الأهداف التنمية وما هي العوائق ودور البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف طبعاً بالتعاون مع الحكومة. اليوم تم التصويت على مشروع القرار الخاص بالسلام والتنمية المستدامة، واللي أثرت في البحرين وغيرت بعض المواد، وتم قبول 7 مواد مقدمة من الجانب البحريني، وهذا يحسب إنجاز لمملكة البحرين. كذلك تم التصويت على تغيير الرئاسة، وكانت الرئاسة سابقا من قبل المكسيك، حاليا بيكون الرئاسة من قبل إسبانيا. رايح يعرض مشروع قرار جديد السنة القادمة حول عدم استخدام المرتزقة في زعزعة السلام، وهذا الأمر جدا يهمنا.